الذين متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم لدينا مباراة في إطار الدور ربع النهائي لهذه البطولة، هولندا في مواجهة إنجلترا. الأجواء تصبح أكثر إثارة هنا، خاصة مع وصولنا لربع نهائي هذه البطولة. أصبح نصف نهائي على الأبواب، العيون على الاستمرار، الكل على أعصابه. التركيز والهدوء مفتاح الوصول للنصف النهائي. شافي سيمونز بكرها صح، خلص الكرة في الأرض الماضية. وكاي وساكا يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح تصدي لكنه لم يخرج الكرة. ديونغ، جاكبو، تشافي سيمونز، ينطلق بالكرة نحو المرمى. ميمفيس ديباي، هدف يصنع الآن بهذه التمريرات. وصلت إلى تشافي سيمونز. المساندة تأتي من الزملاء. وصلت إلى جاكبو. ووكر مينينكا. وكايو ساكا. انطلاقة هجومية من جانب بيلينغهام قد تشكل خطورة. يفقد السيطرة على الكرة لتخرج إلى خارج الملعب. ديونغ، وصلت إلى جاكبو، وصلت إلى دومفريز. تشافي سيمونز، فودين، سيمونز. الحكم يعلن عن وجود خطأ، لكن هل سيكتفي بذلك أم يخرج البطاقة؟ دقيقتين إذن هي كل ما يحتسبه حكم اللقاء كوقت بدل ضايع. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. نعود مشاهدينا مع الشوط الثاني، والتعادل قائم هنا بين الفريقين. تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس. إذن ديلي بليند، ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة، وإيقاف للمحاولة. الكرة تتحول للفريق الآخر. هاري كين الآن مع بيلينغهام، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تصدي هنا لكن الكرة مستمرة في أرضية الملعب. ينتهي التهديد على المرمى ويحسم الموقف في هذه اللقطة، والكرة بتضيع في هذه اللحظات. انطلاقة هولندية بالكرة، التقدم في مناطق الخصم. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. نيثن إيكي، وصلت إلى دومفريز، جاكبو، سيمونز. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. ترينت ألكسندر أرنولد، ملعوبة إلى هاري كين، تدخل رائع من فان دايك. ونحن على اعتاب النهاية، الجماهير تحرك المدرج بكل قوة، تدفع الفريق لتسجيل هدف الفوز. دقائق مجنونة تعيش المباراة حتى الآن في عقم هجومي من الفريقين، ونحن على بعد خمس دقائق فقط من النهاية. سيمونز، تشافي سيمونز، ألكسندر أرنولد. إذن دقيقة واحدة مشاهدينا محتسبة كوقت بديل. ينتهي الوقت الأصلي من هذه المباراة بتعادل الفريقين في انتظار انطلاق الشوط الإضافي الأول.
الآن نتواصل مع الإثارة في هذه المباراة الماراثونية مع انطلاقة الشوط الأول من الوقت الإضافي. كرة تعود الآن إلى التماس. ديونغ، ساكا، بيلينغهام، ملعوبة إلى هاري كين، فرصة والمساحة موجودة. جير ترويدا، دامفريز، فرانكي ديونغ، الكرة عند بليند. الحكم يضيف دقيقة واحدة لعمر هذا اللقاء. نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي مشاهدينا، والنتيجة ما زالت على حالة التعادل. عمليات الأحمام من جانب البدلاء، واضح بأن المدرب بدأ يفكر في إشراك بديل في هذا التوقيت. اللحظات الأخيرة تأتي الإثارة كلها وتدخل الكرة المرمى. هدف قد يحسم الأمور، قد ينهي المباراة. لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المباراة، والنتيجة ربما تكون حسمت الآن. ارتماء جيدة هنا وتصدي ممتاز للكرة، لم تشكل أي تهديد يذكر. ضربة ركنية لتأكيد التقدم قد تحسم هذا اللقاء قبل دقائق من النهاية. تصدي هنا لكن دون إبعاد للكرة، وهنا تأتي نهاية الفرصة ومعها تنتهي هذه الخطورة. ركلة حرة للمنتخب الإنجليزي، وتنطلق صفرة النهاية مشاهدينا للمباراة، ومع احتفالات الفريق الضيف بالتأهل. تأهل كان بعد تعب كبير.